السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا إن الأيزو 1050 بيقسم أطراف المشروع لأبوينتينج بارتي وده المالك، وليد أبوينتينج بارتي وده الكوردينيشن بين الأقسام المختلفة، وأبوينتد بارتي اللي هي الناس اللي هتشتغل في المشروع. كل دول لازم يبقى في مصدر واحد بس اللي بيبص عليه المعلومات، وهو الكوماند داتا انفايرومنت أو السي دي إي، وده ممكن يتعمل بأي برنامج من البرامج. المهم الناس كلها تقدر توصل بيه، يعني هو بشرط شركة معينة أو برنامج معين، لا في حاجات كتيرة ممكن تستخدمها. المهم تكون متقسمة بالشكل اللي موجود عندنا، بيبقى عندنا أربع أقسام. Work in progress ده اللي احنا بنشتغل فيه، ده اللي هو بعمل عليه سينك وبقدر إن أنا أحط الملفات بتاعتي اللي هشتغل فيها. طيب لو أنا في ملف عايز بقية الأقسام تشوفه، يعني أنا مثلا شغال في قسم architecture وعايز اشير مع الاستراكشر والميكانيكال والكهرباء، فكل شويه باخد الملف بتاعي واحطه في الشير، ممكن يبقى مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع حسب التعديلات اللي حصلت، بحيث ان ما هو ما عملش لينكات مع الملف الموجود في ورك ان بروجريس، لان ممكن يكون لسه بعمل تعديل ما جربتش ما لسه اشوفه. طيب بعد كده هبدا اعمل بابليش، يعني هاخد الملفات دي واسلمها، تمام، نسلمها لناس بره الشركه او اقسام اخرى او اطراف اخرى المشروع. وكل فتره بعمل اركايف، باخد نسخه اخليها نسخه احتياطي بحيث لو حصل اي حاجه تبقى هيستوري بالنسبه لي. طيب الملفات اللي موجوده معانا بيبقى ليه اسم معين، تسميه معينه، اهوت مثلا اسم المشروع، اسم الشركه، وبعد كده اسم الدور، وبعد كده السيستم الموجود، والملفات بقى بنرقمها. فده التسمية اللي موجودة، ودي بيبقى متفقين عليها بحيث ان انت اول ما تشوف اسم الملف من بره تبقى عارف الملف ده هتلاقي ايه جواه، تمام، ده ملف درينج، ده ملف مثلا كذا وهكذا. طيب بعد كده في شوية داتا تبقى موجودة بحيث ان احنا نقدر نعمل نعرف معلومات عن المشروع، زي الديسكريبشن، زي الستيتس، زي الريفيجن، الاوثر، السب ميتال ديت، التاريخ بتاع التسليم، الكاونتر كلاسيفيكيشن. طيب عايزين نشوف مثال على كده. مثلا هو في الكومن داتا انفايرمنت ده الملف، وفي الديسكريبشن اللي موجود، في الستيتس اهوت، الاوثر ممكن ما تبقاش موجوده، اقدر اعمل فلتره بحيث ان انا بس اشوف الحاجات اللي هي الاصدار الريفيجن الاخير، البروبوز اقدر افهم مثلا اس 4 ده اللي هو الستيج ابروفال وهكذا، وهنا الايشو ديت اللي هو التاريخ بتاع التسليمات، بحيث ان ممكن يكون في ملف جديد فتبقى عارف اخر ملف موجود فين. فده كل ده بيسهل عليا الشغل وياكد لي ان انا بفحص او بشتغل على اخر ملف موجود حسب الاصدار بتاعه والوصف بتاعه وهكذا. فانا عندي الاسم هوت، الترقيم بتاعه ده، الديسكريبشن ابقى عارف ان دي البيانات اللي فيشن، عندي الكاونتر كلاسيفيكيشن اهوت موجود اهوت اللي هو دوت، مثلا احنا محددين ده الديزاين دروينج وهكذا، والريفيجن كنترول ثرو ميتا داتا اساينمنت، دي طريقه تسميه، ده مثال بس كده على طريقه تسميه تبع الايزو 1050 الجزء الثاني، ان هو هيسمي ده الميتا داتا مش اسم الملف، ده الميتا داتا بيبقى موجود بحيث ان احنا نبقى عارفين الملف ده عباره عن ايه. فبيبقى عندي بي وسي، ده البريمينري، وده الكونتراكتور انفورميشن كونتينر، وهنا في رقمين، الرقم الاولاني ده اللي هو 01 ده البريمينري فيجن بيكون من رقمين، وبعد كده بوينت، وبعد كده رقمين تانيين ده سيمي بوينت، ده بيعبر عن ال WIP version of the primary revision. طيب خلينا نشوف الموضوع ده بشكل عملي، او نشوف ازاي هنعمل الملف بالشكل دوت. هنا مثلا revision control عبارة عن ايه، هنا مثلا B01.01 اللي هو ده في ال work in progress، وبعد كده حصل updated فبقى 02 و 03 وهكذا، وبعد كده نبدأ ان احنا نحطه في الشيرت. ده هنا كل ده في البابلش بريمينري انفورميشن، وبعد كده ده الكونتراكتور انفورميشن بابلش بيبدا بياخد ده C01 ده بعد ما المدير يوافق ان هو يتنقل من المكان دوت للمكان دوت. فده ترقيم في الميتا
بحيث ان احنا عارفين احنا الرقم ده بيعبر عن ايه، ايه اخر حاجة ابديت فيها. وبرضو الايزو 1350 عامل كده جدول بحيث ان هو تعرف انت الستيتس كود بتاعتك، مثلا انشيت ستيتس احنا لسه بنبتدي اس 0، بعد كده لما يبقى فيه شيرد في النون كونتراكتورال يبقى اس 1 اللي هو في الكوردينيشن، اس 2 فور انفورميشن فور ريفيو اند كومنت يبقى ده اس 3 وهكذا. يبقى انا عندي اسم الملف اهوت ما بعدلش فيه، الستاتس كود هو اللي بعدل فيه، بخلي اس 0 اس 1 اس وهكذا. طيب بدل نعمل بابلش، بدل ننقل للبابلش فبسميه اي 1 وبي 1، ممكن يبقى اي 2 بي 2 اي 3 اي 4 وهكذا حسب التعديلات. ده بيبقى في ستورد اند اكسبت. يبقى انا لما اشوف في الستاتس ان ده اي اعرف ان ده ستورد اند اكسبتد. طب في بي 1 او بي 2 او كده اعرف ان ده الديسكريبشن بتاعه بارشل ساين اوف، يعني في كومنت موجود، وده هيبقى ريفيجن بتاعه بريمري ريفيجن. هنعمل بقى بابلش على اساس ان الاسيت انفورميشن مانجمنت يوافق عليه. خلاص ده بقى في اخر المشروع هيبقى سي ار، سي اللي هو الكونتراكتور ريفيجن، ده هيبقى ريكورد عند الاسيت مانجر. يبقى دي كلها مع التعود هتبدا ان انت مش محتاج تحفظها، تتعود عليها ان انت لما تشوف اس 7 هتعرف ان ده فور اي اي ام سورتنج وهكذا. طيب ده مثال مثلا اللي هو اوتوديسك كلاود او كان زمان اسمه اي 360، وزي ما بقول مليون مره ولازم تخلي بالك من النقطه دي ان مش شرط تشتغل باوتوديسك 360 او اوتوديسك كلاود، لا في بدائل تانية كتيره جدا ارخص واحسن و وفري. ولو عايز تشتغل على الاوتوديسك اهلا وسهلا. الفكره كلها ان ما يتحطش في دماغنا ان ما فيش بديل، لا البدائل كتيره جدا والبدائل كويسه وناس كتيره شغاله بيها. لما تتحط في دماغك ان ما فيش بديل هتدفع كل الفلوس اللي تقدر عليها، انما لو تعرف في بديل تقدر تتفاوض، تقدر والله فلوس كتيره هتخرب بالبيت المشروع اشوف بديل. تمام، فدي الطريقه اللي هتلاقيها في كل البرامج لان هم كلهم زي بعض. بيبدا يقسم لك الملف وركن بروجرس في الشيرد. طب الشيرد بيبدا بقى يحط لك بقى اركتكتشر وستراكشر وسيفل وميكانيكال والكتريكال، واي ملف بترفعه بتلاقي كل المارك اب داتا والايشيو وهكذا، او الملف هو موجود. فبتبدا ان انت مثلا تعرف ان ده الاصدار كام، اللاست ابديت، ابديت باي، مارك اب وايشيو وهكذا، وتقدر تعمل له شير.